تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعين الأعزاء إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، دائما نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ويسرنا مستمعينا في بداية هذه الحلقة وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى جميع شيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرض الدولة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، وأن يعيد علينا شهر رمضان المبارك سنوات عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أتم الصحة والسعادة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان دراسة بريطانية عن ممارسة الرياضة تسهم دائما في الوقاية من الأمراض. أما فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقرة مستجدات كوفيد 19، واليوم تحت عنوان مراكز تقييم كوفيد 19، وبتكون معاي اليوم عبر الهاتف الدكتورة موزة العلي من مركز التحكم والسيطرة، وبنتحدث معها في البداية عن مراكز تقييم كوفيد 19 وأيضا خدمات المركز وأيضا ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، وبنتحدث معها أيضا عن معايير الحالات التي تحتاج إلى التقييم وأيضا الإجراءات المتبعة بعد عملية التقييم. أما فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء عن الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان الفضيل، وبتكون معايا ضيفة الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبنت تحدث معها أيضا عن الإجراءات الوقائية المتعلقة بالتجمعات العائلية والولائم خلال الشهر الفضيل، وبعض الإجراءات أيضا المتعلقة بتبادل الأطعمة بين الجيران والزيارات بين الأقارب والأحباب والأصحاب خلال الشهر المبارك الكريم.
هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 6005514114 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا ننتقل وياكم إلى فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور وسرور عليك وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. وكل عام وانت بخير أختي أسماء ومبارك عليك الشهر. وانتم بخير ونتمنى الشهر هذا يكون شهر يعني مميز، هو شهر مميز ونتمنى أن يكون شهر أكثر صحة من خلال يعني المحافظة على صحتنا. يقول دائما يعني شيئين الواحد يعني إذا ما سواهم كأنه خسر رمضان، إنه يختم القرآن وإنه يخف أو يغير من عاداته الصحية. نعم. فرصة كبيرة أن الواحد يغير من عاداته الصحية خصوصا في شهر رمضان، وسهل أيضا حتى بعد رمضان الواحد يستمر خصوصا بنظام الصيام المتقطع وغيره. فوايد أشياء ممكن تغير، ممكن يعني يقلع عن عادات سيئة مثل التدخين وغيره، وممكن ممكن أيضا أن يعني يخف وزنه بشكل وايد كبير في حال التزم في أشياء معينة فقط. هاي الأشياء نحن راح نحطها بشكل مستمر في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى أيضا نحن نساهم في تثقيف الجمهور حول كيفية تغيير أنماطهم الصحية في يعني يكون أكثر صحة وسعادة خلال شهر رمضان. أيضا من ضمن الأشياء اللي وصلت في قنوات التواصل الاجتماعي بعض شفنا لاحظنا أن بعض الأشخاص يسألون عن أوقات العمل في المراكز مع وجود تاريخ وتوقيت الموعد، مع الاستفسار والسؤال أن الأشخاص يعني مو بناوي يلتزمون بالتوقيت المعين المحدد لموعدهم يعني مواعيدهم، لكن يبون يجون في أي وقت خلال 24 ساعة. لكن نحن ننصح الجميع بالالتزام بالتوقيت الموجود بالروتانة النصية سواء لأي خدمة من الخدمات الموجودة في الصحة، لأن يعني الطبيب أو المعالج متوفر لهذا المتعامل في هذا الوقت. فإذا هو ما بيكون في حد ثاني مكانه، وإذا جاء عقب وقت متأخر راح ياخذ مكان غيره، وراح وهالأمور وهالركبة كلها تصير إذا الشخص ما التزم بموعده. فالأفضل الأشخاص كلهم يلتزمون بمواعيدهم المحددة واللي موجودة عندهم في السيستم وفي الإرسال النصي القصيرة اللي وصلتهم من هيئة الصحة. أهم شيء التزام بالمواعيد المذكورة. هاي من ضمن الأشياء اللي نحن لاحظناها أيضا من خلال تواصلنا المباشر مع الجمهور. ايضا من ضمن الاسئله اللي كانت توصلنا انه يعني هل ممكن للسائحين اخذ اللقاح اذا كانوا 60 سنه وفوق؟ خدمه التطعيم في هيئه الصحه متوفره للمقيمين حاملي اقامه دبي، حاملي اقامه دبي والمقيمين 60 سنه وفوق فما فوق من المقيمين في دبي وحاملين اقامه اماره اخرى. تقريبا هذه الشروط. كيف تحدد الموعد؟ وايد مهم ان الاشخاص يحددوا موعد من خلال تطبيق هيئه الصحه بدبي. بعض يعني ونحن بشكل مستمر يتم تحديث المواعيد، فيعني اذا ما حصل موعد الحين ممكن عقب خلال ساعتين او ثلاث ساعات يطلع لهم الموقع، وهذا لان نحن قاعدين نحدث المواعيد ونوسع الخدمه اكثر واكثر لتوفير الخدمه بشكل سريع للجمهور. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن في الختام نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية خصوصا شهر رمضان والتجمعات والجمعات حلوة لكن الصحة أحلى. صحيح. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. أتمنى لك أختي أسمى الصحة والسعادة وكل عام وانت بخير، وشكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة اليوم مهمة أيضا في فقرة مستجدات كوفيد 19، واليوم تحت عنوان مراكز تقييم كوفيد 19، وبتكون معايا الدكتورة موزة العلي عبر الهاتف من مركز التحكم والسيطرة، وبيكون حديثنا معاها عن هاي المراكز وأيضا ساعات عملها خلال شهر رمضان المبارك، وعن أيضا آلية التقييم بالنسبة للمستجدات مصابين بكوفيد 19 قبل وبعد الإصابة. خلكم يانا مستمعين الأعزاء وفاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء بأن هناك مراكز تقييم كوفيد-19 تقدم خدمات متميزة لمراجعيها من أفراد المجتمع وفق طبعا حزمة من الممارسات والبروتوكولات العالمية التي تقوم عليها نخبة من الكوادر المتخصصة في هذا المجال. للحديث أكثر عن هذه الخدمات أو هاي المراكز يشرفني أن تكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتورة موزة آل علي من مركز التحكم والسيطرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة موزة صباح الخير. صباح النور والسرور. وكل عام وانت بخير ومبروك عليك الشهر. وانت بخير بصحة وعافية. الله يسلمك دكتورة. طبعا نحن حابين نتعرف أكثر الحقيقة عن مراكز تقييم كوفيد-19 وأيضا ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك. تمام. بالنسبة للمراكز الصحية التي يتم فيها تقييم حالات كوفيد-19 هم مركز الخوانيج الصحي، وعندنا مركز البدع الصحي وعيادة بلدية دبي والتي تعمل على مدار الساعة. وبالنسبة حق المواعيد يتم الحجز عن طريق مركز الاتصال تبع هيئة الصحة بدبي، ويستطيع المريض الذهاب لهذه المراكز بالسيارة الشخصية أو التواصل مع الخط الساخن لهيئة المواصلات لتوفير وسيلة النقل الخاصة ولمرضى كوفيد-19. أما لا سمح الله كانت الحالة خطيرة يتم إبلاغ الإسعاف لنقل الحالة مباشرة إلى أقرب مستشفى. نعم دكتورة، طبعا أكيد هناك يعني معايير معينة يتم من خلالها يعني تحديد أو تقييم الحالات، لو نتعرف على هالمعايير من فضلك دكتورة. صحيح. الحالات التي تحتاج للتقييم الطبي في عيادات التقييم هم المرضى الذين تتراوح أعمارهم 60 فما فوق، وفي حالة وجود الأعراض، وفي حالة وجود الأمراض المزمنة لا سمح الله. في حالة عدم وجود الأعراض والمريض لديه الاستفسار عن أي شيء يتعلق بتبع كوفيد-19، توفر هيئة الصحة بدبي خدمة طبيب لكل مواطن، ويتم حجز هذه الخدمة عن طريق مركز الاتصال تبع هيئة الصحة بدبي أو عبر تطبيق COVID-19 DXP Smart. يعني دكتورة موزة، هل الشخص يقدر يعني يعني في أي وقت يزور المراكز هاي ويطلب مثلا تقييم الحالة، ولا أن أنتم عندكم يعني ممكن يتحول من 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 طبيب آخر أو من جهة أخرى لكم؟ لا، يفضل أن يحجز الموعد عن طريق مركز الاتصال تبع هيئة الصحة بدبي في حالة نفس الفئات اللي ذكرتها قبل شوي، 3 فئات. أما في حالة أنه ممكن بعد يقدر يتصل على يعني يا مركز الاتصال تبع هيئة الصحة بدبي، أو يحولون على طول على مركز التحكم والسيطرة، وعن طريقه ممكن نحجز نتواصل نحن بأنفسنا مع مركز التقييم ونحجز له الموعد. نعم ممتاز دكتورة. طبعا هناك أكيد إجراءات أيضا بخصوص موضوع يعني المتعلقة بالمريض دكتورة، لو نتحدث فيها. عفوا. الإجراءات اللي تقومون أنتم فيها يعني بالنسبة للمريض، تقييم المريض. الطبيب في مركز التقييم يقوم بالتشخيص الجسدي وفحوصات الدم والأشعة، والتواصل مع المريض بعد ظهور نتائج الفحوصات. نعم طبعا أكيد هناك أيضا إجراءات دكتورة موزة المتبعة بعد عملية التقييم. بعد تقييم الطبيب في مراكز التشخيص يتم تحديد ما إذا كانت الحالة مؤهلة للعزل المنزلي أو العزل المؤسسي، وفي حالة احتاج المريض للعزل المؤسسي يتم التواصل مع مركز التحكم والسيطرة، فريق إدارة حالات كوفيد-19 والقيام بالإجراءات اللازمة. ممكن دكتورة بس نتحدث وياك من فضلك عن يعني إذا تم يعني تقييم الشخص ويحتاج إلى العزل المنزلي، ما هي الإجراءات اللي يقوم فيها أو أنتم تقومون فيها الخاصة بعزل الشخص المنزلي، أو إذا كان يحتاج إلى مثلا يعني اللجوء إلى المستشفى أو إلى المراكز الصحية؟ أزين. أول شيء بالنسبة للعزل المنزلي يفضل أن يكون عند المريض غرفة وحمام من عزل عن أفراد الأسرة.
غير المصابين ويكون إن حالته مستقرة، ويكون يعني إذا طلعت عليه أي عرض ما يتردد بحيث إنه يأخذ الموعد عن طريق مركز الاتصال تبع هيئة الصحة بدبي. في حالة الفئات اللي ذكرناها اللي هم العمر 60 وما فوق، وفي حالة وجود الأعراض والأمراض المزمنة، يفضل إنه يقوم بأخذ الموعد، وإذا احتاج لا سمح الله إدخال مستشفى أو غيره على حسب حالته الصحية. صحيح. هناك كثير دكتورة طبعا من بعض السلوكيات، يعني مثلا إذا كان الشخص في فترة العزل المنزلي، يعني وإذا ما كانت هناك أعراض، وحسب بروتوكول طبعا هيئة الصحة بدبي الحين العزل لمدة 10 أيام بدل 14 يوم، فإذا كانت هناك بعض الأعراض، آلية التواصل مثلا بين الشخص اللي موجود في العزل المنزلي ومع الجهات المعنية بالنسبة لي، يعني تشخيص الحالة أو معرفة بعض المضاعفات، كيف يتم؟ في حالة إن كانت المريضة عند الأعراض البسيطة وعند أي استفسار نفس ما ذكرنا، يقدر يتواصل مع مركز الاتصال تبع هيئة الصحة بدبي اللي هو على 8342، أو عن طريق التطبيق العزل المنزلي اللي هو COVID-19 DXP Smart. صحيح. وأيضا دكتور أنتوا عندكم هناك طبعا خدمات مميزة الحقيقة بالتواصل مع، ذكرتي يعني أنت في البداية آلية التواصل مع كبار المواطنين أو كبار السن اللي هم أعمارهم فوق 60، لو تحدثينا في هذه الجانب كيف يتم التواصل معهم بشكل دائم، سواء إذا كانوا يعني وبالأخص طبعا إذا كان هناك في العزل المنزلي. بالنسبة حق الكبار السن اللي هم 60 وما فوق، بعد ما يقومون بحجز الموعد في مراكز التقييم يتم التواصل معهم، بحيث أن بعد ظهور نتائج الفحوصات الأشعة وفحوصات الدم والتشخيص الجسدي يتم التواصل مع المريض للإطمئنان عليه، وبحيث أنه إذا كان قادر عازل يعزل عمره في البيت أو لا، هذه إذا كانت الحالة مستقرة. في حالة أنه مو قادر يعزل عمره في البيت، أكيد هيئة الصحة بدبي توفر له العزل اللازم. صحيح. دكتورة موزة، نصائح تحبين توجهينها لمن يعانون من أمراض أو عفوا من أعراض COVID-19؟ إنزين، بالنسبة للناس اللي يعانون من أعراض COVID-19، أول شيء المفروض يأخذون الموعد عن طريق مركز اتصال تبع هيئة الصحة بدبي في مراكز التقييم، وفي حالة كان عندهم أي استفسار يقدرون كذلك يأخذون خدمة طبيب لكل مواطن توفرها هيئة الصحة بدبي، وهذه عن طريق نفس ما ذكرنا مركز الاتصال أو عن طريق تطبيق العزل المنزلي اللي هو COVID-19 DXP Smart، ويلتزمون بالعزل المنزلي مدة 10 أيام من يوم الفحص. نعم. دكتورة موزة آل علي من مركز التحكم والسيطرة، شكرا جزيلا لك. العفو. مستمعينا الأعزاء، بناخذ معاكم يعني خبر لهذا اليوم عن الدراسة عن ممارسة الرياضة التي تسهم دائما في الوقاية من الأمراض. كشفت هذه الدراسة الطبية البريطانية حديثة أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد على الوقاية من الأمراض بشكل عام والأمراض السرطانية بشكل خاص، لا سيما وأن زيادة الوزن تجعل الأفراد أكثر عرضة لتليف الأنسجة والأورام. وأيضا أشار الباحثون من جامعة أدنبرا إلى زيادة معدلات السمنة بين البريطانيين منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا خلال العام الماضي نتيجة لقلة النشاط البدني وتناول المزيد من الوجبات السريعة، مشيرين أيضا إلى أن زيادة الوزن تجعل الأفراد أكثر عرضة لتليف الأنسجة وتطور الأورام، حيث تم ربط أكثر من 10 أنواع من السرطان بالوزن الزائد. وقالت البروفيسورة ليندا بولد المشاركة في أعداد الدراسة أن أمراض السمنة أصبحت الآن ثاني أعلى مسبب خطر للإصابة بأمراض للسرطان في بريطانيا بعد التدخين والتبغ، وأيضا من المرجح أن تحتل المرتبة
الأولى في المستقبل. وأظهرت هذه الدراسة أيضا التي أجرتها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن أكثر من 135 ألف حالة إصابة بالسرطان يمكن الوقاية منها كل عام إلى حد كبير من خلال تغيير نمط الحياة مع زيادة النشاط البدني ليلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة. مستمعينا بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع اليوم عن الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان المبارك، وبتكون معايا ضيفة عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعينا الأعزاء، مع حلول شهر رمضان المبارك وما يرافقه من عادات اجتماعية وتجمعات وزيارات منزلية، حرصت طبعا الجهات المعنية في الدولة على وضع العديد من الضوابط والشروط والإجراءات التي يجب التقيد بها لتفادي نقل العدوى بين أفراد المجتمع. للحديث عن هذا الموضوع وللتعرف أيضا على الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان المبارك، يشرفنا تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح الخير عبد الله، كل عام وانت بخير ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين. الحمد لله يعني دخلنا في شهر مبارك عبد الله. بس يعني نذكر المستمعين انه صحيح ان احنا الحمد لله هاي السنه كانت يعني مختلفه بتكون عن العام. احنا كلنا نذكر العام احنا كنا في الحجر وكانت بدايه الازمه وما الى غير ذلك. هاي السنه شويه مختلفه، ورمضان ان شاء الله هاي السنه سوف يكون مختلف. صحيح دكتورة، طبعا مثل ما ذكرنا بأن يعني هناك العديد يمكن من الضوابط والشروط والإجراءات اللي وضعتها طبعا الجهات المعنية في الدولة، وذلك لتقليل يعني الإصابة بفيروس كورونا. لو نتحدث معك دكتورة عن هاي الإجراءات الوقائية المتعلقة بالتجمعات العائلية، ومثل ما ذكرتي يعني العادات والتقاليد والولائم، وأيضا يعني زيارات الأهل والأقارب خلال الشهر الفضيل. طبعا هذا رمضان مختلف الحمد لله شوية، الإجراءات مو متشددة مثل ما كانت العام الماضي، لكن هذا لا يعني إن إحنا نتهاون في إجراءاتنا، هذا ما يعني إن إحنا ننسى إن هني ما زلنا إحنا نكافح جائحة كوفيد-19. الجائحة ما زالت موجودة، المرض ما زال موجود، الإصابات ما زالت موجودة، لذلك يعني إحنا نبي نستمتع في رمضان، ولكن في نفس الوقت ما ننسى هذه الإجراءات الاحترازية عشان نستمر في استمتاعنا في رمضان وما بعد رمضان إن شاء الله. فبداية يعني اللي ما ماخذ التطعيم يبادر بأخذه للتطعيم، لأنه إحدى الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي لازم حين الكل يكون مستوعب أهمية أخذ اللقاح. هذا اللقاح هي إحدى وسائل الفعالة اللي راح تساعدنا في تجاوز هذه الجائحة بإذن الله، وخصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض. كبارنا في السن لازم يكونون حصلوا على لقاحهم بهذا الوقت. اللي ماخذ أهله وذويه لأخذ اللقاح يبادر بأخذ موعد لهم، لأنهم من أهم الفئات اللي إحنا مستهدفينهم في حصولهم على هذا اللقاح. وطبعا ما ننسى أصحاب الأمراض المزمنة أيضا لازم هم يبادرون بأخذهم لهذا اللقاح. وفي النهاية إحنا نبي الكل
يبادر بأخذه للقاح هذا إن شاء الله. هذه الإجراء الاحترازي الأول اللي إحنا لازم الكل نحط في بالنا أن إحنا في نهاية المطاف نبي أكبر شريحة من المجتمع يحصل على اللقاح في الجرعتين. ثاني شيء مهم جدا أن إحنا نقتصر تجمعاتنا واجتماعاتنا العائلية فقط في الأقارب من الدرجة الأولى، وإذا إحنا نبي شوي نكثر إحنا لازم نتأكد أن التجمعات بأعداد كبيرة ما زال غير مسموح لنا أن إحنا نتجمع بأعداد كبيرة، المسموح لنا فقط أعداد جدا بسيطة، وإحنا نفضل أن يكونون من أصحاب المنزل الواحد أو الأقارب من الدرجة الأولى، إحنا نفضل أن هم يجتمعون، وحتى في اجتماعاتهم لازم هم ما ينسون الإجراءات الاحترازية. أنا بالنسبة لي جدا مهم إذا كان الشخص عنده أعراض مرضية، حاس نفسه مب على بعضه، حاس بتعب، لازم هو يبادر أنه ما يروح هذه التجمعات، أنه ما يختلط بالباقين من الأشخاص. لازم بداية هو إذا كانت عنده أعراض مرضية أولا يعتذر عن حضور هذه التجمعات، لأن بهاي الطريقة هو يكسر سلسلة نقل العدوى إذا لا سمح الله كان في كوفيد، وإذا حتى ما كان في كوفيد بعد في نفس الوقت هو يحمي الآخرين من نقل العدوى لهم أيضا للأمراض الثانية. صحيح. ثانيا لما هم يحضرون هذه المناسبات لازم هم يتذكرون أن الكمام لازم هم يحرصون على ارتدائه طوال الوقت بالطريقة الصحيحة. وايد كثير للأسف حتى الآن الكثير من الأشخاص ليومك هذا عبد الله ما يعرفون يلبسون كمامهم بطريقة صحيحة. صحيح. أنا شفت العديد من الأشخاص على كثر ما عدنا وزدنا في الموضوع ما زالت بعض الفئات تنسى الطريقة الصحيحة في ارتداء الكمام، وخصوصا لما هم يتحدثون مع الشخص الآخر. صحيح. بحكم أنه جدا صعب أنك أنت تتكلم وانت لابس الكمام، إحنا نعرف هذا الشيء، هو يمكن فيه شوية صعوبة، يمكن وانت تتحدث تحس أن أنت الشخص الثاني ما قاعد يسمعك، ففي بعض التركس اللي إحنا نقولكم تحدثوا بسرعة أقل، تحدثوا بكلمات أقل، وصوتكم شوية حاولوا تعلونه، وحاولوا المكان اللي أنتم موجودين فيه ما يكون جدا مزعج عشان الشخص الثاني بعد يقدر يسمع محادثتكم هذه. لكن أبدا أبدا لا تنزلون الكمام وأنتم تتحدثون مع الشخص الثاني، لأن الفكرة من الكمام إن إحنا نحمي الشخص الثاني من الرذاذ المتطاير اللي ينتج عن طريق الحديث أو العطاس أو الكحة حتى. صحيح. فالفكرة إن ارتدائنا للكمام إن إحنا نحمي أنفسنا والأشخاص الآخرين من هذا الشيء. فأنا شو استفدت يوم نزلت كمامي وتحدثت مع الشخص؟ ولا والدكتورة بعد أكثر شيء نلاحظ يعني يكون الشخص لابس الكمام بس يوم يعني يتقرب عند صاحبه ويبدأ الحديث كل واحد منهم ينزل الكمام على أساس أنه يأخذوا راحتهم يعني في الحديث. بالضبط. للأسف يعني الفكرة هاي طبعا يعني حمايتهم. نعم. يعني إحنا نرتدي الكمام عشان نحمي الآخرين، أنا شو استفدت إذا أنا نزلت الكمام وقعدت أتحدث مع أشخاص المقربين لي؟ يعني حتى يعني أنت قلتها بعد يتجرب من ربيعة ويشيل الكمام، إنزين وين التباعد الجسدي اللي هي النقطة رقم 2؟ نحن لازم نحرص على اتباعنا إياها تباعد الجسدي بعد وايد مهم، نحاول قدر المستطاع أن نخلي مسافة بيننا وبين الآخرين. بعد يعني لما احنا نقعد في قعداتنا في تجمعاتنا هذه نحاول ان احنا يكون بيننا وبين الشخص الثاني مسافة معينة، نحاول ان لما احنا بعد غير التباعد الجسدي لما احنا نسلم على الاهل والاصحاب واحبائنا نتجنب احتضانهم، نتجنب تقبيلهم. احنا نعرف يمكن الشهر الفضيل احنا يعني انا دائما اقول عاداتنا وتقاليدنا دائما تحسنا ان احنا نبين هذه المحبه ونبين هذا الاحترام بالسلام المباشر بالاحتضان، وخصوصا مع كبار السن يعني كثير منهم ما زالوا يتضايجون يوم احنا ما نبوسهم على ايدهم او على راسهم او ما نتجرب منهم.
هم ما زالوا بعض الفئة منهم متضايق من هاي الحركة، لكن احنا لازم نوضح لهم ان احنا بتصرفنا هذا ترانا احنا نحبكم، هاي هي طريقتنا في ابداء المحبة والاحترام لكم في الوقت الحالي، لان احنا نعرف شو يعني عواقب اصابتهم بالكورونا. العديد منهم يمكن ما يتحملون وطأة وشدة هذا المرض، وفي احتمال كبير انهم يصابون بمضاعفات هذا المرض، واحنا نعرف ان مضاعفات هذا المرض قد تؤدي في بعض الاوقات ايضا الى الوفاة، فاحنا بعد نبي نحميهم. صحيح. لتجنبنا لاحتضانهم المباشر بتقبيلهم، احنا بعد لازم نحسهم ايضا ان احنا نوضح لهم هذا الشيء ايضا. يمكنهم يضايقون يعني في رمضان تكثر الزيارات، يكثر زياراتنا لأهالينا ومقربينا، يعني أوكي إحنا نزورهم لكن نزورهم بأعداد معينة عبد الله، وبعد إحنا نحاول إن إحنا لما نسلم عليهم نسلم عليهم من نعم. بعيد، نجلس شوية بعاد عنهم. والله دكتورة يعني أنا أتوقع اللي ذكرتي يعني مهم، وأنا أتذكر حتى يعني في حلقات سابقة أنت ذكرتي وتطرقتي لنقاط كثير مهم، أن اليوم دكتورة نحن لابد أن يعني تكون عندنا ثقافة يعني أن كيف نحن نحترم. وأتذكر أنت في الحلقة الأخيرة قلتي أن لابد أن اليوم نحن نحترم بعضنا البعض بالنسبة للتعامل مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة خلال المرحلة هاي. مرات نشوف دكتور أن يعني مثلا إذا شخص ملتزم ولابس تلقين شخص آخر يقول يعني ما في داعي أنت خلاص موجود يعني وماخذ اللقاح، وهاي نقطة وايد مهمة دكتورة لو نتحدث فيها. بعض الناس تعتقد أن إذا هو أخذ اللقاح سواء اللقاح الأول أو الثاني يعتبر أنه خلاص معناته أنه ما يقوم بيعني العمل أو الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واللي دائما أنت تذكرين فيها مثلثنا الذهبي اللي هو يعني دائما لبس الكمام ودائما الاهتمام بالتباعد وأيضا يعني غسل اليدين بشكل دائم. طبعا احنا في بوست قديم كنا منزلينه قبل كم من أسبوع طرق انتشار كورونا كان شوي بطريقة يعني مختلفة عن اللي احنا متعودينها. نعم. في كثير من العبارات اللي احنا نتداولها فيما بيننا وبين أصدقائنا، من ضمنها اني انا ما أخذ التطعيم خلاص أنا صرت في السيف سايد وأنا صارت عندي مناعة أبدية. لا، إحنا حاليا نقول إن اللقاح هي إحدى الوسائل الفعالة اللي ممكن تحميك من إصابتك بالمرض، لكن هي أيضا ممكن تحميك من الإصابة بمضاعفات المرض، بس هذا الشيء ما يعني إنك أنت محمي 100% من إصابتك وخصوصا الكثير إحنا نشوفهم عبد الله بعد ما أخذوا الدوز الأول الجرعة الأولى خلاص هم اعتبروا نفسهم خلاص في السيف سايد ويقدرون يعيشون حياتهم مثل ما كانوا في السابق. احنا في الوقت الحالي في شيء اسمه الحياة الطبيعية في ظل جائحة كوفيد. ما ننسى ان احنا ما زالت الجائحة مستمرة، حتى لو احنا حصلنا على جرعتنا الاولى جرعتنا الثانية ما زال علينا ان احنا نلتزم باجراءاتنا الاحترازية عشان نكون بعد نزيد ونضاعف من حمايتنا وإجراءاتنا الاحترازية. فللأسف الكثير من الأشخاص بعد ما يحصل على اللقاح يقول أنا خلاص ما فيني شيء أنا ما أخذ اللقاح، بالعكس هذا الشيء وايد زين، ولكن بعد ما يصير إحنا نتهاون في إجراءاتنا، ما نلبس كمامنا، ما نحافظ على تباعدنا الجسدي. صحيح. ما نحافظ على نظافة إيدينا. اللقاح في الوقت الحالي هي إحدى مفاتيح حمايتنا من كوفيد، ولكن حاليا هو ليس المفتاح الوحيد. في مفاتيح عديدة من ضمنها حصولنا على هذا اللقاح، لين ما إن شاء الله إحنا نوصل للنسبة اللي إحنا مستهدفينها في المناعة المجتمعية. بعد ذلك بتكون في تعميمات أخرى وإجراءات أخرى. نعم، حتى لو تذكرين دكتورة يعني وردتنا كثير من الأسئلة يعني خلال الحلقة، أن يعني بعض الناس تتساءل أن ليش يعني الأرقام ما زالت موجودة والإصابات، علما بأن هناك أعداد كبيرة من الناس تطعم. وأتذكر أنت ذكرتي النقطة هاي، يعني إذا الشخص يعني ما أخذ اللقاح وما يتبع الإجراءات ويعتقد نفسه أنه خلاص يعني ما أخذ اللقاحين، طبعا أكيد بيصابه. بالأخص دكتورة لو نذكر مستمعينا
يعني إذا شخص أخذ اللقاح معناته أنه لابد أنه يعني يشدد على يعني الإجراءات الوقائية والاحترازية، لأن حسب علمي بأن الجسم يحتاج إلى هالفترة إلى راحة إلى عزل على أساس تبدأ عنده يعني تكوين الأجسام المناعية بعد اللقاح الأول وحتى لو اللقاح الثاني. بالضبط، الجسم يحتاج فترة زمنية معينة عشان يكون لك هذه الأجسام المضادة، لأن آلية عمل اللقاحات هي تقوم فقط بتحفيز وتدريب جسمك لإنتاج أجسام مضادة أنت بتحتاجها في المستقبل إذا تعرضت لكوفيد. اللقاح يعني في النهاية جسمك هو اللي ينتج هذه الأجسام المضادة، اللقاح فقط يقوم بتعليم جسمنا كيف يقاوم هذا المرض وكيف يكون الأجسام المضادة، وهاي السلسلة المناعية هذه تحتاج فترة من الزمن عشان تتكون. لذلك هناك في جرعة أولى وهناك جرعة ثانية، وبين الجرعتين في مدة زمنية، وحتى بعد حصولك على جرعتك الثانية تستمر سلسلة التفاعلات المناعية هذه إلين ما إحنا نوصل للنسبة اللي مثل ما الشركة قالت عنها. يحتاج الموضوع يحتاج لأسبوعين أو حتى أكثر من أسبوعين عشان أنت تتكون لديك المناعة، وحتى بعد الأسبوعين هذا ما يعني أنك أنت تتهاون في إجراءاتك الاحترازية وتتهاون في حفاظك على سلامتك وسلامة الآخرين. نعم، فنحن دائما دكتورة نرد على اللي يعني عندهم هاي النوع من الأسئلة، فدائما نقول بأن لابد أن يعني يعني طول هاي الفترة مثل ما ذكرتي دكتورة إلى أن يتم يعني يعني إصدار بعض التعليمات الخاصة أو الجديدة حول الموضوع، مفروض أن الجميع يلتزم بهاي الإجراءات الوقائية والاحتراز الخاصة المتعلقة بموضوع كوفيد 19 خلال المرحلة الحالية. دكتورة خلنا ننتقل معك إلى بعض الأمور الأخرى للحديث عن تبادل الأطعمة بين الجيران، وبالأخص خلال يمكن أنت بتلاحظين حتى من اليوم فلو تذكرين يعني دكتورة المستمعين عن بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية حول موضوع يعني تبادل الأطعمة بين الجيران. احنا طبعا يعني انا ادري يمكن يزعلون مني المستمعين، ولكن احنا نفضل انه ما يكون في تبادل في الأطعمة بين الجيران، مش لان الطعام في شيء، ولكن الشخص اللي يجيب طعام للشخص الآخر، العاملات في المنزل او حتى السائقين او حتى الشخص نفسه، أنا لما أخذ الطعام من منزلي إلى منزل آخر فهذا معناته أني أنا أكون على قرب من الشخص الآخر وأعطيه هذا الطعام. فإحنا يعني نفضل أن إحنا في الوقت الحالي نحاول أن إحنا ما نقوم بتبادل هذه الأطعمة، نبين حبنا للآخرين بطريقة أخرى، نهنئهم، نبارك لهم بالشهر، ولكن الأطعمة هذه يعني حتى إحنا شفنا من ضمن الإجراءات الاحترازية في المساجد أيضا أنه يمنع أنك أنت تسوي السفر هذه الرمضانية، ويمنع أنك أنت توزع الأطعمة هذه إلا من قبل جهات معنية متخصصة، لأن في بروتوكول معين سوف يتبع في توزيع هذه المأكولات، وأثناء توزيعهم لهذه المأكولات هم راح يتأكدون أنهم بيتبعون كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند توزيعهم لهذه المأكولات والمشروبات. لذلك احنا نفضل عشان احنا نحاول أن نسيطر على هذه الجائحة قدر المستطاع، وعشان نقدر نستمتع برمضان هاي السنة، أنا أنصح يعني المستمعين أنهم حتى هاي السنة يتجنبون تبادل المأكولات والصحون فيما إن شاء الله يعني السنة الجاية الأوضاع بتكون مختلفة. صوتك أتوقع أن في مشكلة مع اتصالنا بالدكتورة هند العوضي، ننتظر بس الخط مرة ثانية. مستمعينا الأعزاء، ننتظر الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي لتكملة الحديث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان المبارك. ومثل ما تعرفون مستمعينا بأن خلال الشهر هذا هناك يعني بعض العادات والتقاليد اللي نحن متعودين عليها خلال شهر رمضان، و
يعني دائما نحب ان ايضا يعني نمارس هاي العادات والتقاليد، ولكن بحكم الظروف الحالية ومع يعني وجود ايضا يعني الفيروس كوفيد 19 لابد ان ناخذ بعين الاعتبار بعض الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بهذا الموضوع، ونكمل حديثنا مع الدكتورة هند العواضي. اسمح لي عبد الله شوية الخط ما أدري الظاهر حتى الاتصالات بعد زعلوا علي لأني قلت لهم ما يتبادلون المأكولات الظاهر، بس مثل ما كنت أقول إنه في الوقت الحالي إحنا نفضل إن تبادل الأطعمة بين الجيران، إن إحنا ما نقوم بتبادل هذه الأطعمة عشان حفاظا على أنفسنا وعلى أيضا جيراننا، لأن إحنا في نهاية المطاف مسؤولين عنا وعن الآخرين، والكل مسؤول عن الكل، فعشان إحنا نحافظ على صحتهم وسلامتهم إحنا نفضل إن ما يكون في أي تبادل في الأطعمة بيننا وبين الآخرين. صحيح دكتورة هند، يمكن خلال الدقائق الأخيرة نحب أيضا يعني نتحدث معاك عن بعض الإجراءات الخاصة بين يعني زيارات الأقارب والأصحاب، وبالأخص يعني خلال هالأيام أيام يعني الشهر الفضيل. طبعا احنا يعني التجمعات باعداد كبيره ما زال غير مسموح لنا ان احنا نقوم بهذه التجمعات. احنا اذا نبي نقوم بزياره اقاربنا المقربين نفضل انه يكون في مثلا جدول معين احنا نتبعه بايام معينه عشان ما يكسر العدد عندهم، نحاول نقسم في الايام فيما بيننا وبينهم عشان يكون العدد قليل، لما احنا نوصل لمكان الزياره ونقوم بالسلام على اقاربنا واصحابنا طبعا ما ننسى ان احنا ما نقوم بالسلام مباشره، نكتفي بالسلام عن بعد عليهم، كماماتنا ما ننسى ان احنا نرتديها، نحافظ على مسافه كافيه بيننا وبين الاخرين، اي شخص حسينا عليه مريض او تعبان احنا نفضل انه يعتذر عن حضوره لمثل هذه النوع من الزيارات، اذا حتى اجتمعنا مع اقاربنا واصحابنا في اماكن عامه ايضا احنا لازم نلتزم بالقوانين الموجوده في هذه الاماكن العامه، ونلتزم بالتعليمات اللي تصدر من الجهات الموجوده هناك، لازم ما نزعل إذا مثلا صاحب المكان قال لنا أنتم مسموح لكم هذا العدد، أو لو سمحتوا حافظوا على مسافة بينكم، المفروض إحنا بالعكس نفرح لأن هذا المكان أيضا يقوم بدوره في حمايتنا من جائحة كوفيد. المفروض إحنا يعني أنا يعني يوم شخص يقول لي لو سمحتي حافظي على مسافة بينك وبين، يعني يوم السكيورتي يقول لنا مسافة أو ما بدخلك المكان زحمة، بالعكس أنا أستانس هني أنا أعرف أن المكان محافظ على إجراءاته الاحترازية وما زال مهتم بحفاظه على سلامتنا وسلامة الآخرين. صح، وأنا دكتورة أيضا يعني أتذكر في أكثر من مكان شفت يعني بعض الناس مش لابسين الكمام بشكل صحيح، والحقيقة كلمتهم بس حسيت أن في يعني تقبل الحقيقة من أكثر من مرة، يعني ما يعني حسيت أن في حد زعل من هذا الكلام ورد علي انه والله انت مثلا ما لك خص في الموضوع او اني انا ما بلبس، بالعكس احس فيه تقبل وفي ايضا يعني احترام في هذا الجانب وفي ثقافة، فهذا الشيء يعني اكيد دكتورة من جهودكم الكبيرة اللي دائما انتم تسعون من خلالها يعني تثقيف افراد المجتمع عن الاجراءات الخاصة بكوفيد 19 الوقائية والاجراءات التعزيزية. الحمد لله احنا معتمدين كنا من بداية الجائحة على وعي المجتمع، والمجتمع اثبت انه واعي بشكل كبير. صحيح في هناك بعض الفئات اللي ما كانت ملتزمة، ولكن الحمد لله التقبل من قبل الجميع والمجتمع كان جدا واعي ومتعاون في حفاظه على اجراءات الاحترازية، الحمد لله احنا جدا فخورين بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، الحمد لله المجتمع جدا واعي وجدا مثقف بهذه الإجراءات، مثل ما قلت عبد الله أنت لما تذكرهم بهذا الشيء ما تلاحظ أن الشخص يمانع أو مضايق بالكلام اللي أنت تقوله، بالعكس كأنك أنت نبهته لشيء كان رايح عن باله. دكتورة هند الحقيقة حديث شيق وجميل، ودائما نستمتع بوجودك معنا ونستفيد من معلوماتك القيمة يعني المتنوعة، وبالأخص
يعني أصبحت خبيرة حين تثقيف عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد-19. دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. العفو عبد الله، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، ويعني حديثنا مع الدكتورة هند العوضي، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي، وهو مجتمع إيجاد مجتمع صحي وسعيد. أشكر فريق العمل المبدع معي، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان معنا في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر، أستاذ عفوا أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ومبروك عليكم الشهر الفضيل، وكل عام أنتم بخير، ودمتم جميعا بالصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.